ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات قائد ميليشيا العصائب قيس الخزعلي عن ثورة 20 ورموزها، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. دكتور، في الذكرى المئوية لثورة 20 أطلق قيس الخزعلي تصريحات أثارت جدلا كبيرا، ما علاقة الميليشيات الموالية لإيران بثورة 20؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يعني علي أن أتحدث في موضوعين، يعني في البداية بعنوانين. العنوان الأول ربما غير سياسي. عندما كنا صغارا في المدرسة الابتدائية كان مدرس اللغة العربية يحدثنا عن الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي، وفي كل مرة يأتينا بحكمة، ومن الحكم التي يعني كان يرددها كثيرا علينا هي بيت شعر: وإذا تتكم ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الكمال لله حقيقة، لكني طوال هذه السنين، طوال هذا العمر، كنت لا أجد يعني من ينطبق عليه هذا القول إلا عندما سمعت هذا الذي يدعى قيس الخزعلي يتحدث عن الشيخ ضاري رحمه الله، عن هذا عن هذه القامة الكبيرة العراقية الكبيرة الباسلة الباسقة كالنخيل، وعن ثورة 20. فتذكرت هذا البيت، وتذكرت أنه هؤلاء يعني من الأشياء الغريبة العجيبة والشاذة التي جاءت يعني في حياتنا واضطررنا إلى أن نرد عليها الحقيقة. حتى الرد عليه يعني ربما أكبر من حجمه بكثير، لكن مع ذلك أقول أنه ليس لهم علاقة. هؤلاء المجموعة حاولت تشويه التاريخ من البداية، وهذا المسخ الذي يدعى قيس الخزعلي هو مجرد ميليشياوي قاتل أمي جاهل يتحدث، لا يفهم في التاريخ ولا يفهم في الوطنية ولا يفهم في شيء، وبالتالي يتحدث عن رمز عراقي. لو كان عراقيا حقيقيا هذا قيس الخزعلي لما تحدث بذلك. العراقي الحقيقي الصميمي يعتز بتاريخه، يعتز برموزه، يعظم من هذه الرموز الكبيرة الوطنية التي كانت لها بصمات واضحة في تاريخ العراق. قبل 100 سنة وأكثر كان هذا الشيخ الضاري عنوان من عناوين العراق الكبير العظيم. الآن يتحدث عنه أنه كان عميلا للبريطانيين وكان قاطع طريق. من علمك هذا التاريخ؟ ومن قال لك هذا التاريخ؟ ومن أين أتيت بهذه المعلومات التي لا تساوي شيئا؟ عليه أن يعود إلى التاريخ. سأقول ربما علي أن أقول في التقرير السري لدائرة الاستخبارات البريطانية آنذاك، قبل حتى مقتل ليتشمان، يعني عندما احتلوا البريطانيين العراق وبعدها كانوا يكتبون تقارير سرية، وبعد ذلك يعني ترجمت هذه التقارير. واحد من عندها يعني اللي عرب أحد الكتاب يعني عبد الجليل الطاهر عام 58 كتب عن تقرير السري الاستخبارات البريطانية وتحدث عن العشائر. كان التقرير عن موقف العشائر المناوئة للاحتلال البريطاني. وتذكر رؤساء عشائر وعشائر وقفوا مع الاحتلال، بعض العشائر وبعض رؤساء العشائر العراقية التي وقفت مع الاحتلال، مثل ما حال الاحتلال الأمريكي في 2003 أيضا هناك من وقف معه وما زال يقف معه، ومنهم هذا الخزعلي. لكن لا، ليس له علاقة بالشيوخ وليس له علاقة بالأنساب الحقيقة هذا الرجل. عموما هذا التقرير ذكر كثير عن القبائل العربية، لم يذكر زوبع ولم يذكر ضاري المحمود إلا مناوئا، وقال عنه هذا مناوئا للبريطانيين وكانوا يترصدونه في كل حركاته. قاتل البريطانيين عندما دخلوا للعراق، قاتلهم في البصرة، في الفاو، في البصرة، قاتلهم في الكوت، وكان مسؤولا عن الأسرى البريطانيين في الكوت في معركة الكوت الشهيرة، وقاتلهم في بغداد، ثم قاتلهم في ثورة زوبع، وكان همزة الوصل بين ثوار ثورة 20 في الفرات الأوسط والشمال، وكانوا يجلونه ويقدرونه ويحترمونه، وهو قاتل ليتشمان. وهذه الهزوجة الكبيرة التي قلتموها قبل قليل، هز لندن ضاري وبتشها، منذ وفاته في شباط عام 1928 لحد الآن تتردد على ألسنة العراقيين وكأنها عنوانا من عناوين فخر العراقيين، وهي فعلا
عنوان من عناوين فخر العراقيين، يأتي مسخ مثل هذا الذي يدعى قيس الخزعلي يتحدث بهذه الطريقة، مع الأسف الشديد أن يأتي زمانا شاذ يجعل هؤلاء يقفون وراء منابر ويتحدثون، هو لا يفهم شيء من التاريخ، يحاولون مسخ التاريخ ومسخ الوطنية العراقية. نعم. في هذا السياق دكتور، بالحديث عن هذه الحقائق التاريخية، كيف يفسر تزييف الحقائق بشأن ثورة العشرين ورموزها على رأسهم الشيخ ضاري المحمود كما تفضلتم من قبل قيس الخزعلي الذي تعاون فيما مضى مع الاحتلال الأمريكي وذلك بوثائق مثبتة؟ هذه حقيقة لا يمكن أن يتبرأ منها، لكن كل من هو بهذا المستوى الخسيس يحاول أن يرى الآخرين بهذا المستوى، أن يجر الآخرين لهذا المستوى. وهذا العراق، يعني هذه النماذج الغريبة الشاذة، هذه قليلة دائما شاذة، وهذه العملة الرديئة دائما ما تطرح نفس بالأوقات الشاذة. العملة الأصلية هي العملة التي نحترمها، هي الرموز الكبيرة، هي الوطنية العالية، هي الإخلاص، هي المحبة، هي العراقية الجميلة. أما هذه الرموز فهي ذاهبة. ربما علي أن أتذكر وسأستغرق بالتاريخ، لأنه تحدث عن التاريخ وكأنه يريد أن يقول للناس أنه فاهم في التاريخ ويعرف التاريخ. هل يعرف هذا المسخ أن الشيخ ضاري المحمود عندما تم أسره وجيء به إلى قائم مقامية سنجار، تحدث مع قائم مقام سنجار يوسف نمرود رسام بعد اعتقاله عام 1927 وبعدها أرسل إلى بغداد؟ كان هذا القائم مقام وكأنه يشتفي به ويسمعه كلاما، لأنه كان عميلا بريطانيا هذا القائم مقام. فرد عليه الشيخ ضاري المحمود بكلمات ربما ستبقى خالدة في التاريخ، ستبقى معبرة عن روح هذا الشيخ الجليل رحمه الله، اللي نتمسك كنا كعراقيين أن يكون رمزاً عالياً في تاريخنا، وهذا يشرفنا جميعاً كعراقيين. قال له وهو يتحدث أنه يعني يوسف نمرود رسام كان يقول له: أنت كيف يعني تخاصم دولة مثل بريطانيا؟ فرد عليه قال: الفخر لي لأنني خاصمت حكومة كحكومة بريطانيا المشهورة بعظمتها في سبيل أمتي وبلادي. واعلم يا هذا، ويقصد هذا يوسف نمرود، مثل ما نقول لهذا الخزعلي يا هذا، إنني لا أخاف الموت لأن حق وأن مذاقه واحد، سواء كنت في البيت أم في ساحة الحرب، وأنني إن مت أو قتلت فحسبي أبنائي وعشيرتي وهم كثيرون ولله الحمد، ومن كان مثلي وليسمع قيس الخزعلي. هكذا قال له: ومن كان مثلي لا يمكن أن يموت، وأن أبناء العراق الطيبين سيذكرونني، وهذا من فضل الله علي وعلى أولادي وعشيرتي. فلو كان الخزعلي من أبناء العراق الطيبين لما ذكر الشيخ ضاري المحمود إلا بكل خير وبكل إجلال، لكنه ليس من أبناء العراق مع الأسف. فهذه قضية تزوير التاريخ ليست جديدة. هذا يترأس مجموعة اسمها عصائب أهل الحق، حتى في هذه المفردة يزورون. هل لمجموعة ميليشياوية تقتل الناس وتسرق الناس وتنتهك أعراضهم لها علاقة بالحق؟ هؤلاء ليس لهم علاقة لا بالحق ولا بالوطنية ولا بالحديث، يتحدثون بالوطنية وهم من اغتصب الوطن، هم من كانوا مع الأمريكان أذلاء وأدلاء وخدم، وهو كان واحد منهم وأعطاهم حتى المعلومات عن جماعته. الآن يتحدث عن الناس بهذه الطريقة. الزمن شاذ مثل ما قلت، وهذا الزمن الشاذ لن يستمر في حياة العراقيين. هو يحاول بهذه الطريقة أن يثير الطائفية مرة أخرى، أن يأتي بمقاييس للوطنية فيها سني وشيعي وكردي وعربي، وهذه ليست مقاييس وطنية. المقاييس الوطنية أن تكون عراقي، وهذا المسخ ليس عراقي، وكل من يتحدث بهذه الطريقة ليس عراقي. أهل الفرات الأوسط وأهل الجنوب قاتلوا في ثورة العشرين وكانوا رجالا وقدموا تضحيات، وهذه حقيقة. والشيخ ضاري المحمود كان رمزا عراقيا كبيرا، مثل ما كان إخوانه الآخرين في الجنوب وفي الوسط رموزا كبيرا. هكذا كان العراق، والثورة ثورة العشرين كانت عنوانا لوحدة العراقيين، للتسامي فوق الطائفية وفوق العرقية وفوق المناطقية، لكنهم
منذ عام 2003 لحد الآن لا يتحدثون إلا عن الطائفية وعن المناطقية والعرقية بهذه الطريقة، وهي تقسيماتهم وهي التي جاءت بهم، ولا يتكئون إلا على الطائفية لأنها هي حياتهم وتنهار حياتهم. من يقتل المتظاهرين في الشوارع، من يقتلهم لأنهم ينادون بوطن عراقي، هؤلاء الثوار الأبطال الصغار الذين خرجوا من أبناء الوطن العراقي في ثورة تشرين، قتلهم بهذه الميليشيات، هو هذا الخزعلي وغيره من هذه الميليشيات القاتلة التي ولاءها لإيران. لا يمكن له أن يتحدث عن الوطني العراقي، ولا يمكن له أن يتحدث عن تاريخ العراق، العراق والتاريخ العراقي وكل رموز العراق براء منه ومن أمثاله، من هؤلاء الطارئين الشاذين الذين جاءوا لحكم العراق وسينتهي بهم الحال إلى مزابل التاريخ. محاولات الخزعلي لانتقاد شخصية كشخصية ضاري المحمود الذي يعد من رموز ثورة العشرين ورموز العراق أيضا، بينما قادة الميليشيات هم من قتلوا العلماء والأساتذة منذ عام 2003، كيف يفسر هذا التناقض بين الأمس واليوم؟ هم يعيشون على التناقض سيدتي الكريمة، وهم يعني هذا العراق منذ عام 2003 لحد الآن من ينظر إليه سيجده يعني إطارا للتناقضات، الأقوال شيء والأفعال شيء، أقوالهم تخالف أفعالهم وأفعالهم تخالف أقوالهم، وما يفعلونه يتحدثون عن العراق والعراق براء منهم، هذا واقعهم الحقيقة، ويحاولون أن يزوروا كل شيء. منذ 17 سنة لحد الآن يتحدثون ويقولون نحن، يعني يرفعون فوق رؤوسهم لافتة تقول الحسين منهجنا في بناء الإنسان والوطن. هل فعلا الحسين وهو براء منهم منهجهم في بناء الإنسان والوطن؟ لم تجري عمليات فساد في العراق مثل ما جرت خلال 17 سنة الماضية، أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سرقوها هؤلاء الأوغاد. الشعب العراقي الفقر فيه أكثر من 70%، الأمية فيه عالية جدا من 8 إلى 9 ملايين أمي، الآن البطالة أكثر من 9 ملايين عاطل عن العمل، المهجرين في خارج العراق وداخل العراق أكثر من 10 ملايين مواطن، الفقر، الجوع، البطالة، الخراب، الدمار، الآن هذه الجائحة، جائحة كورونا تأكل بالعراقيين مع الأسف الشديد، لأن كل أموالهم سرقت ولم تبنى مستشفى واحدة ولم تؤسس نواة أرضية لرعاية صحية طيبة، كل شيء انهار على أيديهم. الآن يتحدث عن التاريخ بهذه الطريقة، هؤلاء من زوروا التاريخ، هؤلاء من ضربوا العراق في خاصرته بسكاكين الغدر وفي ظهره، هؤلاء هم من أحرقوا العراق وأحرقوا العراقيين. هذه ليس لها علاقة لا بالسنة ولا بالشيعة ولا بالكرد ولا بالعرب، هؤلاء طارئين شاذين مجرمين جاءوا للعراق للانتقام منه، لديهم مشروع لتخريب العراق، وأهل العراق قد وعوا ذلك، والشباب الذين خرجوا في تشرين عابرين لكل الطائفية، وهم كانوا يسمونهم حاضنتهم، والآن حتى حاضنتهم هذه ضدهم. ماذا فعلوا هم؟ هم يتحدثون عن المظلومية، ليقول لنا الخزعلي ماذا فعلوا لأهل المظلومية التي يتحدثون عنها؟ هذه مدن الجنوب مقابر، حولوها إلى مقابر، حولوا سرقوا أموالهم وسرقوا حياتهم وسرقوا آمالهم وسرقوا حتى أحلامهم، والآن يتحدثون البطالة فيها على مستوى الرواتب، الآن يتفاخرون أو يفرحون أو يعتبرونه منجزا لأنهم يستطيعون أن يأخذوا القروض من هنا وهنا ليسددوا الرواتب، مع أن العراق من أغنى دول العالم. هذه هي الكارثة الكبيرة، وهؤلاء مجموعة من المزورين، التاريخ براء منهم والعراق براء منهم وكل الإنسانية وكل الخيرين في العالم براء منهم، والتاريخ سيبقى بصفحاته الطيبة محجوزة للرموز العالية، وأولهم وعلى رأسهم ضاري المحمود رحمه الله وكل أهله الذين قدموا كل هذه التضحيات، وآخرهم الشيخ حارث الضاري رحمه الله حفيده الذي ظل متمسكا بالعراق وظل داعيا للعراق لكن اتهموه بالإرهاب. هذا ديدنهم وهذا وضعهم، وهذه التزوير وهذا التناقض هو مذهبهم وحياتهم في كل شيء. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي.
كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.